نتمنى انه يكون يعني هذه دائره مهمه تحتاج الى الكثير من الانشطه، وايضا هذه يعني كل انشطتها تنعكس على المواطن والمحافظه. اليوم شلون نشوف بشكل عام خدمه الاتصالات في محافظه صلاح الدين؟ في ظل الامكانيات والهذا انا اشوفها يعني قد اكون يعني اتمنى تتحسن اكثر، زين، بس عموما يعني مرضيه، يعني ما اقول لك جيده جدا الا انها مرضيه الحمد لله.